عقد وزير الخارجية سامح شكري مؤتمرا صحفيا مع نظيرته الفرنسية كاترين كولونا. خلال المؤتمر أكد شكري أن هناك توافقا مصريا فرنسيا على استمرار التنسيق بشأن القضايا محل الاهتمام، ووجه شكري الشكر لفرنسا على ما وفرته لمصر من شحنات من القمح. كما أعرب شكري عن أمله في أن تصل العملية العسكرية في أوكرانيا إلى نهاية لما لها من تأثيرات سلبية على الدول النامية.